مصر حامل أبو زيد ونقد الخطاب الديني، حيث يعتبر كتاب نقد الخطاب الديني القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون. فقد صبرت المؤسسة الدينية التقليدية بمضض على نصر حامد أبو زيد وكتبه السابقة مثل الإمام الشافعي ومفهوم النص والاتجاه العقلي في التفسير وغيرها، ولكن مع نقد الخطاب الديني بدأت هذه المؤسسة تفقد صبرها بعد أن أحست بالماء قد سار في قمراتها، بل وإنها على وشك الغرق، فتنادت عليه مكفرة متهمة إياه مطالبة برأسه. والكتاب عبارة عن دراسة تقوم على تأمل فاحص واعي للتراث مع مناقشة كافة الاتجاهات الحديثة لتوجه الخطاب الديني، دون أن يتناسى نصر أبو زيد التركيز على الاعتراف بالدين بصفته جوهريا في أي مشروع للنهضة. ولكن بعد فهم سليم له وتأويله تأويلا علميا ينفي عنه ما علق به من خرافات، مستبقيا مضامينه العقلانية التي ستكون قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية. ونصر حامد أبو زيد في نقده للخطاب الديني المعاصر يفرق بين الدين والفكر الديني الذي يراد له أن يكتسب من الدين قداسته وإطلاقه، في محاولة تعمية أنه ليس سوى اجتهادات بشرية لفهم النصوص الدينية وتأويلها. وبيتألف كتاب نقد الخطاب الديني من مقدمة وثلاثة فصول. المقدمة بيتحدث فيها نصر حامد أبو زيد عن موضوع الكتاب، وهو ظاهرة المد الديني الإسلامي والاتجاهات أو المواقف الثلاثة إزاء هذه الظاهرة، وأولها اتجاه المؤسسة الدينية المتمثلة في الأزهر وبعض رجال الدين المصنفين في صفوف المعارضة الدينية، والاتجاه الثاني هو اتجاه ما يسمى باليسار الإسلامي، أما الاتجاه الثالث فهو الذي يمثله التنويريون أو العلمانيون. ويرى نصر في هذا الكتاب أن لكل من هذه الاتجاهات طريقة خاصة في قراءة النصوص الدينية، ما يقتضي طرح إشكاليات قراءة النصوص الدينية وانعكاس اختلاف القراءة على ما يدور الآن على الساحة من معارك شاملة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومنعا للالتباس والتصيد، بيحدد نصر حامد أبو زيد من البداية أن الدين يجب أن يكون عنصر أساسي في أي مشروع للنهضة، غير أن الخلاف يتركز حول المقصود من الدين، هل هو كما يطرح ويمارس بشكل أيديولوجي نفعي من جانب اليمين أو اليسار على حد سواء، أو هو الدين بعد تحليله وفهمه وتأويله تأويلا علميا ينفي عنه ما علق به من خرافات ويستبقي ما فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية. ويرى نصر أبو زيد ما تمثله العلمانية في جوهرها اللي هي غير ما يروج لها بعضهم من إنها إلحاد، اللي بيعني فصل الدين عن الحياة والمجتمع. بيدور الفصل الأول حوالين الخطاب الديني المعاصر، آلياته ومنطلقاته الفكرية، ومعه لا يجد أبو زيد اختلاف بين المعتدلين والمتطرفين في مجمل هذا الخطاب، إذ أن كلا الجانبين يعتمد على عناصر أساسية غير قابلة للنقاش، أهمها النص والحاكمين، كما أنهم الجانبين يعني المعتدلين والمتطرفين يتطابقان من حيث الآليات التي يعتمد عليها كلاهما في طرح المفاهيم. ويجمل نصر أبو زيد الآليات في التوحيد بين الفكر والدين، آليات الجانبين اللي هم المعتدلين والمتطرفين اللي بيعتمدوا عليها في طرح المفاهيم. الآليات دي عبارة عن التوحيد بين الفكر والدين وإلغاء المسافة بين الذات والموضوع، وتفسير الظواهر كلها بردها لمبدأ أول هو الحاكمية الإلهية بوصفها نقيضا لحاكمية البشر،
والاعتماد على سلطة السلف أو التراث وتحويل النصوص التراثية السنوية إلى نصوص أولية لها من القداسة ما للنصوص الأصلية والحسم الفكري والقطعي وإهدار البعد التاريخي وتجاهل. بعد كده بيتناول نصر أبو زيد المنطلقات الفكرية للخطاب الديني وأهمها منطلقين. الأول مبدأ الحاكمية اللي قام عليه فكر أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، وهو يعني تحكيم النص، أو بعبارة أصح تحكيم فهم خاص لفئة معينة للنص على حساب العقل، ما ينتهي بالخطاب الديني إلى التعارض مع الإسلام حين يتعارض مع أهم أساسياته وهو العقل، وإلى مد مفهوم الجاهلية في هذا الخطاب لكي يشمل كل الاتجاهات أو كل اتجاهات التفكير العقلي في الثقافة الإسلامية، وإلى رفض الخلاف والتعددية قديما وحديثا. بيترتب على ده أو على طرح مفهوم الحاكمية على هذا النحو إهدار دور العقل ومصادرة الفكر على المستوى العلمي والثقافي، وتكريس أشد الأنظمة الاجتماعية والسياسية رجعية وتخلف. وفي الحالة دي بتتحول الحاكمية لغطاء أيديولوجي للنظم السياسية والديكتاتورية والرجعية، وإلى تحريم النقاش والمساءلة، بحيث تضيع ثقة الإنسان في نفسه وفي قدراته فيركن إلى التوكل والسلبية. أما المنطلق الثاني وهو النص، وفي مناقشته لهذا المنطلق بيبدأ نصر أبو زيد بتحديد مصطلح النص عند القدماء وتطور مفهومه حتى عصرنا الحاضر، عشان يبين إن الخطاب الديني حينما يرفع في وجه العقل والاجتهاد مبدأ لا اجتهاد فيما فيه نص، إنما يقوم بعملية خداع ايديولوجي، لأن ما كان يعنيه القدماء بالنص هو الواضح القاطع الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. والنص بهذا المفهوم في القرآن الكريم نادر جدا، وأما سائر الآيات فهي تحتمل التأويل والاجتهاد، وأما في الحديث النبوي فهو أندر، لأن معظم الأحاديث النبوية نقلت بمعانيها لا بألفاظها، بالإضافة إلى ما دخل بعضها في من تزيين. الفصل الثاني بيتناول المؤلف فيه موضوع التراث بين التأويل والتلوين، وهو دراسة نقدية لمشروع ما يسمى باليسار الإسلامي اللي بيمثله دلوقتي اليوم ووقتها الدكتور حسن حنفي. ونصر بيمزج في هذا الفصل بين عرض آراء حسن حنفي ونقدها، وذلك بعد تقديم يوضح فيه الفرق بين مفهوم التأويل والتكوين، ويعني بالتكوين القراءة المغرضة للنصوص على نحو تتخفى فيه التوجهات الأيديولوجية تحت شعار الموضوعية العلمية والحياد المعرفي. وبيستعرض نصر بعد كده عناصر الخطاب الديني لدى التيار ده اللي هو تيار اليسار الإسلامي اللي بيمثله حسن حنفي، الذي لم يظهر بوصفه اتجاها فكريا إلا في أوائل الثمانينات. وبيرى نصر أن هذه العناصر تمثل بمجملها لون من ألوان التوفيقية بين الفلسفة الدينية والاتجاه العلماني، ما أوقع هذا التيار اللي هو تيار اليسار الإسلامي من وجهة نظر نصر حمد أبو زيد في كثير من المتناقضات، منها إهدار الدلالة التاريخية في قراءته للنص التراثي، والنظرة إلى التراث على أنه بناء شعوري مع رفض منهج التحليل التاريخي. وبهذا يصبح ما طمح إليه اليسار الإسلامي من إعادة بناء التراث مجرد عملية إعادة طلاء، وذلك بوضع لافتات جديدة للموضوعات الخمسة التي يتضمنها علم الكلام الإسلامي بحسب التصور الأشعري، بحيث تتجاور المصطلحات القديمة والمفاهيم العصرية في علاقة لا تتجاوز المشابه، مع وضوح الانحياز في كثير من الأحيان إلى الآراء الأشعرية المتسمة بالجمود على حساب الآراء الاعتزالية، التي تمثل في نظر نصر حامد أبو زيد سلطة العقل ومناهضة الاستبداد والدعوة إلى العدل. أما الفصل الثالث والأخير في الكتاب فبيتناول فيه نصر أبو زيد قراءة النصوص الدينية في دراسة استكشافية لأنماط الدلالة، وهو يبدأ بالتفرقة بين الدين والفكر الديني، الذي وكما تم التنويه عنه من قبل لا يكتسب من الدين قداسته،
بل هو الاجتهادات البشرية لفهم النصوص الدينية وتأويلها، فهو بذلك ليس بمعزل عن القوانين العامة التي تحكم حركة الفكر البشري عموما. ومن هنا يشرع نصر حمزة أبو زيد في نقد عدد من الأحكام التي تصدرها بعض المؤسسات أو الجهات من منطلق خطاب ديني يفرض تفسيره للنصوص منحرفا بها عن سياقها التاريخي ومضفيا عليها لباسا ميتافيزيقيا سرمديا، هذا مع أن النصوص الدينية لا تنفك عن النظام اللغوي العام للثقافة اللي بتنتمي إليها، وهي مرتبطة بواقعها اللغوي والثقافي. فالنص القرآني نص لغوي في المقام الأول، لا تمنع طبيعته الإلهية من دراسته وتحليله بمنهج بشري، وإلا تحول نص إلى نص مستغلق على فهم الإنسان العادي، مقصد الوحي وغايته. ونصر أبو زيد بيتفق مع رأي المعتزلة في مسألة خلق القرآن وفي تأويلهم المجازي للآيات الموحية بالتجسيم مثل آيات العرش والكرسي وأمثالها، ففي هذا التأويل المجازي نفي للصورة الأسطورية وتأسيس لمفاهيم عقلية تسعى لواقع إنساني أفضل، على عكس التأويلات الحرفية اللي بتكشف عن توجهات أيديولوجية تعادي التقدم الحضاري. وبعد ضرب عدد من الأمثلة على التأويل الحرفي للآيات، بينبه نصر حمدي أبو زيد لتجاهل الخطاب الديني المعاصر المرتبط بالسلطة والمدافع عن أيديولوجيتها للحكمة أو المغزى الكامن في نصوص القرآن الكريم الخاصة بالأحكام الساعية دائما إلى تحكيم العقل والرقي بالمجتمع الإنساني. ومن هنا بيعد كتاب نقد الخطاب الديني دراسة بتدل في مجملها على فكر تقدمي مستنير يستند إلى قراءة التراث قراءة واعية يربط فيها نصر أبو زيد بين الماضي والحاضر، ويجتهد لكي يستخلص من تراثنا ما يعين على تحرر الفكر بحيث يصبح عاملا على تقدم الأمة ومواكبة الرقي الحضاري. هذه المجموعة من اللقاءات مهداة إلى روح نصر حامد أبو زيد من مركز إدراك للدراسات الإنسانية.